معرض أجندة في الحقيقة هو بدأ في 2008. الدورة دي هي الدورة الـ13. بدأ من الأول من فكرة إتاحة مساحة صغيرة لجميع الفنانين التشكيليين، وكان اسمه 50 سنتي برواز، وتطور مع الملتقى الفني بعد كده إلى مساحة متر في متر. الغرض منه هو إتاحة أكبر قدر من الفنانين الفرصة لهم إن هم يعرضوا، وكذلك بنعرض فنانين لسه تجاربهم حديثة وفنانين مقدرمين. آلية الاختيار بتاع أجندة السنة دي كان مجموعة من الفنانين بيرشحوا مجموعة من الفنانين. أنا حاولت في الترشيحات يبقى الأسماء مش متكررة، حاولت يبقى في تمثيل للشباب، لأن الشباب لازم يتم احتضانهم، الشباب الموهوبين، علشان ما يتهوش في زحمة الحياة وصعوبتها. أنا شاركت السنة اللي فاتت 2019، كان بتجربة، يعني بداية التجربة يعني اللي أنا شغالة فيها، بس كانت لوحة واحدة متر في متر. دورة 13 عندنا 150 فنان. المعرض معمول على القاعتين الكبار بتوع المعرض والمكتبة، وفيهم 32 عمل ثنائي الأبعاد و60 عمل نحتي، يعني 290 عمل in total ل 150 فنان، ودي حاجة كبيرة جدا جدا. العمل بتاعي عبارة عن 3 لوحات بيكونوا عمل واحد abstract، بتكلم عن فكرة الخرائط ومنظور عين الطائر وطريقة رؤية المدينة من شكل مختلف، يعني منظور مختلف. الدورة دي من أهم اللي بيميزها طبعا هي فيها تكريم لثلاث فنانين كبار، سيرجيو بييرا من السويد، الفنان الراحل الكبير أستاذنا الدكتور فاروق وهبة، والفنان خالد سامي. فنانين من كل أنحاء مصر، مش بس المدن أو الأماكن المركزية، ولكن كمان الأماكن اللي بيتقال عليها أنها مهمشة أو بعيدة. بنقصد أن احنا نجيب أعمال من الصعيد ومن الأرياف ومن الأقاليم، وده بيخلي فيه زي دايفرستي، ان الناس كلها تبقى عارفة مين بيعمل ايه او ايه الموجود دلوقتي في الارت سين. يعني